بدأت اليوم عودة الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية إلى جميع مدارس البحرين البالغ عدد أعضاؤها 16,000 تقريبا، وذلك إذانا بقرب بدء العام الدراسي الجديد الذي سينطلق فعليا مع بدء انتظام طلبة جميع المراحل الدراسية والتحاقهم بمدارسهم الموزعة على جميع مناطق المملكة في 11 من الشهر الجاري. وكباقي أنبياء العلم والمعرفة، تستعد روان إلى تقديم ذاتها لتصبح منارة فكر تقتضي بها طالبات المراحل الدراسية المختلفة المقبلات على خوض غمار عام تعليمي مفيد. الحمد لله الذي وفقني لخوض هاي التجربة والمسؤولية، معا لنجدد العزيمة ولتجدد الأمل لإنتاج جيل قادر على تحمل المسؤولية. عين على القادم وحجم من المسؤولية كبير، وتفحص لما ستؤول إليه جهود الكوادر التعليمية المستندة على خبرة تكونت بفعل إرادة جامحة هوت مهنة إعداد جيل مثقف متسلح بجميع أدوات الفهم والدراية لمتطلبات الفترة التي هو آخذ بناصية تجاوزها، بما يعود بالنفع والفائدة على مخزون الإدراك المعرفي لديه. برنامج التهيئة نحن استفدنا منه بشكل كبير، أعطانا عن معلومة كاملة عن القوانين الموجودة في سلك التدريس زين، وهيئ المعلم إن شلون الإدارة الصفية تكون. تم قبولنا من قبل وزارة التربية والتعليم، وقد تم تهيئتنا من قبل الوزارة في الأسبوع اللي طاف، وإن شاء الله يا رب تكون السنة موفقة للجميع، وكل إن شاء الله أمل أن تكون السنة مليئة بأشياء جيدة. الأمر مشابه أيضا في مدرسة الفارابي الابتدائية للبنين وغيرها من المدارس، فالاستعدادات على قدم وساق، وبيئة مدرسية ستألف عما قريب عودة الروح إلى مقاعد الدراسة فيها، فهي من اشتاقت إلى سماع صوت فعاليات الطابور الصباحي وحيثيات سؤال يطرحه معلم المادة ليقابل بردة فعل تشاركية يتسابق من خلالها الطلبة على طرح إجاباتهم ليحظون بتصفيق وإشادة، ومن ثم علامة يغدق بها عليهم رب الصف وراعي انضباطه. سعى الدين لاستقبال أولياء الأمور والطلبة وجاهزين من حيث استعداد الصفوف الدراسية والكتب المدرسية وتوفير الماء وتكرمون يعني الدورات المياه، كل الأماكن اللي ممكن الطالب مع توفير الوجبات بالنسبة للمقصف، هاي كلها تم إعدادها من قبل لا نبدأ في اليوم الدراسي. أسبوع جميل كان للمعلمين المستجدين، استفادة جدا كبيرة من النواحي، أساليب التعليم، نواحي تربوية، نواحي إدارية، نواحي قانونية. طبعا الوزارة يعني ما قصرت، المدربين ما قصروا وعطونا كل شيء ممكن نستفيد منه طبق على أرض الواقع من أساليب تدريس. إمكانات وفرت وتحسينات أدرجت ووسائل تعليمية تكنولوجية متطورة تم تجهيزها داخل مرافق الحرم المدرسي لتكون على مقياس متطلبات العام الدراسي المقارب على الانطلاق، ضمن خطط مستحدثة تبنت وضع مساراتها النظرية والعملية وزارة التربية والتعليم لتخرج السنة التعليمية بالشكل الذي أريد لها أن تكون عليه. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.